اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا وموضوع شديد الاهميه. كتير من الناس بتدمع، الصغيرين والكبار. القضيه دي قضيه مهمه جدا جدا. الكبار طبعا واحد بيدمع كتير مش يقدر يسوق كويس، هيبقى دايما باين ان هو بيدمع قدام الناس، فهيفتكروا ان هو زعلان من حاجه. الدموع عموما هل برضو من الحاجات اللي هسال فيها النهارده، هل دي حاجه جيده ولا حاجه مش جيده؟ طب لما حد بيدمع وتقال له انت عندك جفاف في العين هيستجيب للكلمه؟ بديهي جدا، اول واحد ما تقول له انت يا عم بتدمع عشان عندك جفاف يقول لك جفاف ايه، ده انا عندي مفيش اكتر من دموع، جفاف دي يعني مفيش دموع. لا، احنا لازم نفهم انه من ضمن اعراض الجفاف في العين ان الانسان يدمع. طبعا النهارده لازم نفهم انه في جهاز في العين اسمه جهاز دمعي في العين، ده هنفهمه النهارده بالتفصيل ونفهم ازاي ممكن امراض تاثر عليه، وهل في فارق بين الدموع في الاطفال والدموع في الكبار؟ دي برضو من الاسئله اللي هتفرض نفسها النهارده بشكل كبير. النهارده لقاء ممتع كعادته مع واحد من نجوم عالم طب العيون. النهارده بنسعد جدا بوجوده معانا وشرف كبير طبعا النهارده. الله يخليك يا فندم. الاستاذ الدكتور اسامه عبد الحكيم، استشاري امراض الحول وامراض الجفون ومجرى الدمع، وصاحب زماله الكليه الملكيه البريطانيه وزماله جامعه كاليفورنيا وزميل جمعيه الحول الامريكيه ورئيس قسم الحول والجفون بمستشفيات المغربي بدبي، والمؤسس والمدير لمراكز طبيبي لامراض العيون بمصر. نورت يا فندم وشرفت جدا هذه الزياره. سعيد بوجودي معاكم في حلقه، يا رب ان شاء الله نقلل الدموع. بس يعني ده حلقه مهمه جدا جدا طبعا، لان الدموع كتير من الناس عندهم مشكله كبيره جدا. جدا يعني. على فكره في نجوم كتير في العالم كان عندهم موضوع الدموع ده، اعتقد منهم محمود المليجي مثلا. يعني محمود المليجي في افلام كتيره له لما الكاميرا بتقرب على طول لاقي عينيه بتدمع من غير ما يكون الفيلم فيه دموع. يعني دايما بس انا عشان لاحظت الحكايه دي. من الناس برضو اللي كتير بنشوف في عينيهم كانت الدموع ديت ناس بقى النجوم الاوروبيين، يعني انتوني هوبكنز بشوف في عينيه دموع، روبرت دينيرو دلوقتي. احنا بنتكلم يعني الدموع زي ما حضرتك ذكرت الاطفال والكبار. الاطفال حاجه والكبار حاجه تانية خالص. يعني الاطفال هو احنا عندنا مجرى الدمع ده عباره عن فتحه صغيره في الجفن من فوق، فتحه صغيره في الجفن من تحت، اللي هي الصوره دي. في فتحتين الميه نازله من العين، زي تخيل انها زي الحوض، في حنفيه فوق اهي اللي هي الغده الدمعيه، بتنزل الميه جوه الحوض اللي هو العين نفسه، وتمشي من الفتحات دي على انبوبه طويله على الانف تحت. هو ده السكه اللي الدموع بتمشي فيها. في الاطفال ساعات الانبوبه الطويله دي تبقى مقفوله من تحت في الاخر خالص، لو اخر النور نازل اللي ما بينزل تحت ده بيبقى سبب الدموع. احنا لما الطفل بيتولد، المكان ده المفروض يكون مفتوح لغايه تحت، ومن تحت على فكره على الانف على الحل. ناس كتير جدا ما تعرفش ان احنا عينينا بتتغسل بالسكه دي، ودي نقطه مهمه جدا بنبتدي بيها الكلام الاول، ان احنا عينينا بتتغسل عن طريق الفم والحل. يعني احنا طول اليوم عينينا بتدمع والميه بتخش في المجرى ده هون، وهتلاقي الفتحه هي نازله على الانف اللي تحت ده الانف، ومن الانف على الحل. عشان كده لما بنحط قطره بنحس ساعات طعمها في حلقنا. ولما بيجي رمضان دايما يقول لك قطره العين تفطر ولا لا، دي فتوى لازم كل سنه من يوم ما اشتغلت نبتدي الناس تقول لك وناس تقول لك لا، لانها بتوصل للحل. يعني انت بتحط القطره هتحس طعمها في بقك وانت صايم. فدي الطريقه اللي تتغسل فيها عينينا. طب المجرى ده اسمه مجرى الدمع، مجرى الدموع. ده اكتر سبب لاسباب الدموع، ونتكلم عن الاسباب الثانيه فيما بعد. ففي بعض الاطفال بيبقى المكان اللي تحت مش من فوق زي ما هنا في الصوره دي، الصوره اللي قبلها، المكان اللي تحت خالص بيبقى انبوبه طويله زي الماسوره بتاعه الحوض، وفي الاخر خالص في غشاء رفيع، المفروض الغشاء ده يتفتح عند الولاده ويمشي الدموع زي الحال. لا، الغشاء ده بيكون مقفول، فالدموع بتنزل من فوق وتمشي تمشي 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 الماسوره، قلنا الحنفيه، الحوض، مشيت نزلت تحت لقيت المكان مقفول زي الطفل ده كده بالظبط، السده تحت، تروح الميه طالعه على فوق ويبتدي الدموع تطلع على فوق. طب هل هي بيبقى الدموع بس؟ لا، ما انت الميه دي اللي ربنا خلقها المقصود منها انها تغسل عينينا وتاخد الميكروبات وتاخد التراب والعفار اللي عمال يخش جوه عينينا وينزل على تحت عشان يمشي وتتغسل عينينا. دي الطريقه اللي احنا بنغسل فيها. يعني احنا طول اليوم في مساحات اللي هي الجفون عماله تغسل، تمسح تاخد الميه وتغسل، والتراب والعفار والافرازات دي كلها تمشي على الحل. وهي دي الطريقه اللي احنا عندنا بتنضف فيها طول اليوم ونحافظ على الرؤيه الشفافه دي. ويقول لك ان التراب قاعد في عينينا والعفار قاعد في عينينا والافرازات قاعد في عينينا ما بقناش شايفين. فانت عايز مساحات اللي هي الجفون
والميه بتخدم على المساحات دي. لو اتفقنا ان بعض الاطفال الماسوره الطويله دهيا اللي فيه غشاء تحت المفروض بيفتح على الولاده، يعني دي بتبقى قناه والقناه دي بتقعد تتفضى تتفضى تتفتح 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 ويتبقى الغشاء الاخراني يفتح عند الولاده والميه تمشي. لو الغشاء ده مقفول الدموع نزلت الميه نزلت ردت على فوق وردت معاها كمان وساخه وافرازات والحاجات اللي هي اللي كانت شايلها معاها، فيبتدي يبقى عندي عماص وعندي التهاب وعندي تلزيق في الجفون وهكذا. فده بنسميه انسداد خلقي في مجرى الدمع اللي هي الانبودي في الاطفال، انسداد خلقي في مجرى الدمع في الاطفال. بيبقى علاجه ان احنا نخش باله معينه ونفتح الغشاء ده ببساطه شديده. للاسف الشديد في معظم الكتب ومعظم الدكاتره بتعمله من غير ما تقدر تخش وتشوف فين السده وتطلع. انا بشبهها زي ما يكون عندك حوض وفي سده، احنا اتفقنا حنفيه وحوض وسده. وانت حد جاي يسلكه، بيسلكه ازاي؟ بيجيب حاجه ويقعد يدخل كده ويخبط وبعدين يطلع. طب هل سلك ولا ما سلكش؟ ما تبقاش عارف. الكلام ده مقبول في الحوض بس مش مقبول في العين. يعني فده اللي بيحصل في الاطفال. بنخش بعض الدكاتره او الغالبيه يعني بتخش تسلك بالاله دي وتنزل لغايه تحت وتسلك وتطلع. بتصيب معاها برضه زي الحوض 70% 60% بس في 30 او 20% للاسف بتفشل. فاحنا من سنين طويله بنخش بمنظار ونمشي مع الفتحه دي ونشوف السده فين ونسلكها. فده بنسميه تسليك مجرى الدمع بالمنظار اللي احنا متخصصين فيه، بعض الناس بتشتغله. فبنسلك، فده احد اهم الاسباب انسداد الدموع في الاطفال، ان يبقى مجرى الدمع مسدود. انا بقول الكلام ده للاهل كتير جدا، يبقى عندهم ابنهم عنده انسداد في مجرى الدموع ومش عارفين يعملوا ايه، فبنقول لهم ان في حاجه اسمها تسليك وفي حاجه احسن من التسليك اللي هو تسليك بالمنظار. ده بيدينا نسبه نجاح تقريبا 100% وبتبقى نتائجه مطمئنه. طب بيجي الاهل يسالوني، طب نقدر نطنش شويه وخايفين؟ اول ما بنقول لهم عمليه يقول لك بنج وخوف بالبنج. الحمد لله البنج معظمه بقى امن وسيف والحاجات اللي بنستخدمها كلها سليمه، بس دي الاله اللي هو دخل بيها لتحت عشان يسلك اللي هي الحديده دي مخصوصه، بس انا داخل من غير ما يخش بالمنظار. احنا بقى بنخش بالمنظار ونشوف الشغل اللي احنا عملناه برضه زي ما اتفقنا كده بالمنظار وانا شغال. ده المنظار اللي بيخش بيه من الانف عشان اشوف الحديده نزلت لغايه تحت وصلت للمكان ولا لا، ولو ما وصلتش هبتدي اعدلها ويبقى النجاح ده 100%. برضه شبهناها زي الحوض، لو انت جايب حد بيخش ويشوف اللي انت عملته فاكيد الدنيا هتبقى كويسه. لو واحد خبط كده انت مش عارف عمل فتحه ولا فتحتين ولا ما فتحش، فانت وحظك في النتيجه. يعني بنسميه بلايند يعني شغال وانت ما انتش شايف. المشكله في الدموع في الطفل بامانه يعني، ممكن يعني بعيدا عن الحاجات الطبيه اللي احنا اتكلمناها وطرق التسليك واحنا شغالين هنا، لكن انا اللي بيقلبني اكتر بامانه ان الاهل بيبقوا متخيلين ان اتكلمنا عن الكلام ده في حاله ان الانسداد ده حاجه عاديه وابنهم عينيه معمصه ما فيش مشكله، ان هم خايفين من العمليه وخايفين من البنك وسايبين ابنهم على عينيه ملزقه ومعمصه. فبعض اقول لهم يا جماعه ابوس ايديكم، هو دلوقتي عينيه معمصه وملزقه زي عينيك انت لو عمصت ولزقت وما انتش شايف، متعريف متعكنن مش عارف يرضع كاره حياته، الصوره قدامه مغبشه من الوساخه دي. التدخل لعلاجه وقت ما نكون احنا مطلوب للتدخل مفيد له كبني ادم، كبني ادم بعيدا عن مصر يعني، كبني ادم يعيش حياته طفل لسه عايزين يستمتع بحياته، فبيبقى تخلصه من هذا الشيء مهم جدا. هذه المخاوف مش موجوده يعني، مخاوف من البنج مفيش مهم، مخاوف ان هو يتاذي مفيش مهم، مفيش اي خوف. فمخاوفي من التدخل الجراحي خصوصا لما بنعمله بمنظار، يشوف الدموع مبهدله عينيه وملزقه وتلاقي القشره نزلت هنا والعمص دخل ومش قادر يفتح عينيه وبتبقى حمراء طبعا عن كده بكتير. فالتدخل الجراحي لعلاج انسداد مجرى الدم في الاطفال وخصوصا بالمنظار زي ما انا بعمله عشان ده بيزود نسبه النجاح تقريبا 100%، بيبقى مطلب يعني واجب على الاب والام ان هم يعملوا للطفل. ساعات بيعملوا مساج او تدليك، ده مسموح به لفتره ما شهر ولا حاجه، ولما نجحش يبقى التدخل للعلاج ده يعني لازم يعملوه لابنهم، ما يستهتروش بيه، ما يعتبروش قطه مثلا والموضوع مش فارق معاه. لا فارق معاه، والله انا يعني بحس ان هم خايفين عليه لدرجه ان هم سايبينه ومتبهدل كده، والله بيجي لي عينيه مقفله كده يعني انا بيصعب عليا. ده خوف مرضي ده. كتير ده كتير ده الاغلبيه ده الاغلبيه على فكره يعني، هم خايفين عليه من حاجه وسايبينه يتبهدل، متبهدل في حاجه ثانيه ومن حاجه يعني ما هيش موجوده تاني بنكرر. لا البنج بيخوف، ما يعني بنسمعش ان البنج بيأثر في الاطفال، لان احنا بنبقى عاملين حسابنا التبنيج بطريقه معينه وهكذا. فاذا انسداد مجرى الدموع في الاطفال من اكثر انواع الدموع اللي بشوفها في عيادتي عندي، وعشان يمكن ده تخصصي الاساسي انسداد مجرى الدموع وبالاضافه للاطفال، وهو علاجه سهل وبسيط جدا ونسبه نجاحه تقريبا 100% بدون اي مخاوف، غير ان الاهل يشيلوا من دماغهم اللي هم بيبقوا خايفين منه يعني، وبتبقى الدنيا كويسه بالنسبه للاطفال. في الكبار في الكبار في الكبار بتتراوح بقى الاسباب، واخد بالك ازاي؟
اول سبب اللي هو برضو يكون في نفس الانسداد بس بيكون بشكل مختلف. يعني لو قلنا الانبوبه كده ومع طول العمر والافرازات نازله في الانبوبه لزقت في بعضها، لزقت ما عادش بقى اخر الانبوبه، لا ده الانبوبه بقت ملزقه على بعضها. ففي الحاله دي بيبقى انسداد كامل في مجرى الدم، وفي الحاله دي بنضطر نعمل عمليه صعبه شويه ورخمه شويه، بنفتح من بره او بنفتح من الانف وبنركب انبوبه، وبتبقى بس في الاخر هي بتبقى يعني مطلب برضو مهم جدا للعلاج، لان الشخص اللي بيبقى ماشي مدمع ده فعلا بيبقى في حاله ماساويه وبيبقى صعب مش عارف لا يسوق ده زي كده. نشوف ان الانسداد فوق بقى هنا، يعني احنا اتفقنا في الاطفال بيبقى تحت والكبار بيبقى فوق، اللي هي مكان العلامه دي تحت في اخر الانبوبه، ده اللي بقصده، ده الاطفال، الكبار في وسط الانبوبه. فهنا ما بنعرفش نسلك، لو دخلت سلك ترجع تقفل تاني، لو دخلت بالاله او بالمنظار مسلك وتبقى كويسه بعدها بيوم ولا يومين تقفل تاني. فعمليه التسليك هنا فاشله لان السبب مختلف شويه. فاحنا بنعمل عمليه، بنعمل فتحه من بره، بنخش وبنفتح العين على الانف بطريقه معينه، ونركب انبوبه برده بطريقه معينه بحيث ان الدموع تجد مجانها وتتحل المشكله. الحاجات الثانيه بقى اللي هي كومن اللي هي كتير قوي، اللي هو مع العدسات اللاصقه برده بتعمل دموع. الالتهابات المزمنه زي الرمد الربيعي والحساسيه والحاجات دي برده بتعمل دموع. القعده قدام الكمبيوتر فترات طويله نتيجه ان الواحد بينبرق وبحلق ده بيعمل دموع. فاذا في حاجات كتيره جدا بتعمل دموع في الكبار، حلها بيكون سهل لو هي مش مزمنه، يعني سواء كان باستخدام قطرات، سواء في الاغلب بتبقى مجرد مرطبات او حاجات زي كده، خصوصا لو انا قاعد قدام شاشه الكمبيوتر او الكلام ده هون، او ان انا اقلل شويه من استخدامي لشاشات الكمبيوتر، او لو في عدسات لاصقه بقى اريح منها واعمل ليزك واعمل جراحات ثانيه وهكذا يعني. فدي كلها بتبقى اسباب حلها بيكون سهل ونتائجه بتكون كويسه جدا جدا، حتى العمليه نفسها مش بطاله، نتائجها نقول حوالي 80 85% لو اتعملت برضو بشكل احترافي. وفي الاخر خالص هو الموضوع بينتهي ببساطه بشويه علاجات بسيطه بتبقى الدنيا كويسه في الكبار ان شاء الله. الناس بتستهتر بكلمه انت عندك جفاف. دي طبعا الجفاف زي ما حضرتك قلت وذكرت في وسط كلامك، ان الجفاف يعني مع الحرقه اللي بتحصل تبتدي انت تدمع. الجفاف مزعج جدا جدا، لانه هو اولا بيقلل فتره، يعني الفتره اللي الشخص قادر يؤدي فيها عمله على فكره، يعني اللي قاعد قدام الكمبيوتر وعنده جفاف ومستحمل ده لو هيقعد 7 ساعات هتلاقيه مع الجفاف بيقعد 2 3 ساعات بس. الجفاف بيعمل طبقه على سطح القرنيه وممكن يعتم القرنيه لان العين ناشفه والميه دي مهمه جدا بالنسبه لنا. فاحنا دايما بنقول عشان نقلل الكفاف اللي هو في الكبار بالذات اللي هو بيبقى موجود قصاد شاشات الكمبيوتر او الحاجات الالكترونيك، اللي هي قاعده ان انت بتبقى 20 20 20 اللي انت بعد 20 دقيقه ترجع ظهرك لورا وتريح 20 ثانيه وتبص على 20 متر يعني على 20 فيت يعني حوالي 10 متر يعني. يعني انت كل 20 دقيقه من الكمبيوتر بس ترجع لورا كده وتبص الحاجه البعيده وتريح عينيك خالص، منك بتريح عينيك ومنك تقفل عينيك وتفتح بحيث تريح وتبص على حاجه بعيده عشان تريح العضلات. فده احد الحاجات. الحاجات الثانيه طبعا استخدام الاطرات المرطبه وحاجات كتيره بقى في علاج الجفاف من انسداد وحاجات، لكن هو التراخي في علاج الجفاف مع المدى البعيد هتكون فعلا مصحوب بصداع باجهاد بقله عمل بقدره على ضعف القدره على التركيز كمان. المنظار له قيمه هنا مهمه؟ المنظار في الاطفال بس، يعني المنظار في جراحات الأطفال. في الاطفال بس طبعا قيمه كبيره جدا، لان انت بتشتغل وانت شايف جراحات انسداد مجرى الدم في الاطفال لما بخش وابص طبعا بتبقى نسبه النجاح بتتنقل مثلا من 85% ولا 80% ل 100% تقريبا. يعني الحمد لله من يوم ما اشتغلت بالمنظار من اكثر من 10 سنين وانا تقريبا يعني مش فاكر انت اخر حاله ما كانش ناجحه في علاج انسداد مجرى الدموع، تقريبا كل الحالات الحمد لله ناجحه في انسداد مجرى الدموع. السؤال مهم طبعا كالعاده في الاطفال، لو انسداد مجرى الدموع ده في الشهور الاولى من الحياه يمكن ان يعالج؟ طبعا 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 هو اصلا المفروض يتعالج في الشهور الاولانيه، هو دايما الناس يروح يكشفوا عند الدكاتره ويقول له استنى لما يعدي سنه. وانا ما اعرفش ليه معدي سنه، يعني ليه ابني يقعد متعذب لمده سنه لو الانسداد شديد؟ لا طبعا، يعني انا ساعات بعد 4 شهور، ساعات بعد 5 شهور، يعني احنا دايما الطب زي ما حضرتك عارف يا دكتور مرتبط بالاعراض. انا قد ايه العمص موجود وقد ايه الالتهابات موجوده؟ لو العمص موجود كتير والالتهابات موجوده كتيره يبقى التدخل بدري لازم، ما بستناش. لكن كتير جدا جدا يجي الاب يقول لي انا سالته اقول له استنى سنه وانا جاي بعد سنه وشويه، وسايب ابنه متبهدل بقاله سنه وشويه. الموضوع مش علاقه بالسنه خالص، هو الموضوع ابني متعذب بقاله قد ايه او بيعاني قد ايه. لو ميه بسيطه وعايز تصبر وانت خايف ما عنديش مشكله، لكن لو عمص وافرازات والجفون ملزقه كل يوم، الرموش بتقع، قدرته على العمل بتقع، حاجات كتير بتقل جدا. ففي الحاله دي بيكون التدخل بدري مفيد جدا بالنسبه له. شيء مقلق جدا ومزعج ان طفل يكون عنده دموع مستمره ومش قادر يشوف كويس وعمال يعيني عينه بتحرقه وبتوجعه وجاله بقى انفكشن بقى بسهوله. طبعا ما هو ده اتفقنا احنا الميه لما بتقعد بتبقى زي يعني لو الحوض مسدود
بسهوله جدا تيجي بكتيريا والعفن والوساخه فطبعا ده بيزود الالتهابات، بيسقط الجفون بعد كده لو قعدنا مده، لان الالتهابات ده بيبوظ العضله فتلاقي جفن سقط، الرموش بتقع خصوصا لو بنت ولا حاجه تلاقي كبرت مثلا رموشها قليله وهم مش فاهمين ايه اللي حصل ان هي زمان وهي صغيره سابت الميكروبات تاكل في الجفن وتبهدل فيها. لا طبعا العلاج في يعني انسداد مجرى الدموع، انا مش عندنا مشكله ننتظر فتره ما، بس مش بقى زي ما كده تقعد منتظرين بقى سنه وسنتين، يعني شهر شهرين لو انت قلقان، بس بعد كده في نتيجه انتظر، مفيش نتيجه لا ندخل ونخلص وما نسيبوش يتبهدل. الحقيقه انا بنتظر لقاءاتي معاك لانك دايما بتيجي بمواضيع في منتهى الاهميه وغير مطروقه. يا رب يا رب يكون بس في معلومه مفيده يعني. لا احنا كلها مفيده يعني، احنا هدفنا في الاخر بالاول والاخر يعني اي واحد فينا بيحب، مش هيحب حد اكتر من ولاده يعني، بس مش عايزين الحب ده هو يضرهم يعني. يعني ساعات الحب بيبقى ضرر، بيبقى خوف مرضي، ايا كان هو هو في الاخر هو انا بالنسبه لي هو ضرر يعني. اسمع للدكتور، ولو انت مش عاجبك الكلام خد راي حد تاني وتالت، بس في الاخر يعني اسمع لنا، لان انت في الاخر كده بتاذيه. لما بيجي لي طفل عمره 7 سنين مثلا ما عملش تسليك وقال مدمعه متبهدل المده دي كلها وانا داخل ونسبه النجاح قلت كتير وخسرنا كل ده عشان هم خايفين من حاجه ما هيش موجوده، بتصعب عليا، بيصعب عليا واحنا داخلين نشتغل، وبيصعب عليا السنين اللي عدت منه وهو عمال يمسح ويغسل وبتاع، لان الاب والام خايفين. يا جماعه مش ينفع الكلام ده، احنا موجودين يعني، احنا دكاتره عشان نشخص ونعالج بعد ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اللي بيجيب الشفاء. وانتوا بدوركم ان انتوا مسؤولين عنهم، فانت هذه المسؤوليه تحملها بما فيها من الام ساعه ما بتضطر تاخد قرار. احنا مقدرين تماما الامهم، ببقى حاسس ان انا بقول لهم عمليه قد ايه هم بيتقطعوا، ان ابنهم داخل اوضه العمليات او بنتهم، لكن هو ده جزء من المسؤوليه يعني، هو ده هذا الالم جزء من المسؤوليه ولازم يشيلوه ويواجهوه، مش يهربوا منه بان هم يسيبوا الولد ويطنشوه. فاحنا دايما يعني انا ببقى سعيد مع حضرتك ان احنا بنحاول نوعي يعني، بنحب بلادنا، بنحب ولادنا، بنحب ولاد ولادنا، نتمنى ان هم يبقوا احسن. ببقى فرحان لما بيخش عندي طفل ما عندوش حول او كان عنده حول وعالجته او كان عنده انسداد وعالجته، وبكون زعلان لما بيجي لي واحد متاخر او ان هو ما كانش عارف او ان هو طنش او اجل، بحس انه ابني او حفيدي وكان متمرمط او متبهدل في فتره كان ممكن يبقى فيها ما يعيش التجربه المأساوية دي يعني. الحقيقه متعه طبعا في لقاءاتنا مع ضيفي العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور اسامه، لانه بيورينا حاجات ومناطق علميه مهمه جدا، لكن كثير مننا كثير من الناس ما عندوش درايه بهذه المناطق. منطقه علاج الحول عند الاطفال والكبار، منطقه علاج مشاكل الدموع ومجرى الدمعي في الاطفال والكبار. الجزء ده بس كتير ما تعرفش عنه حاجه، لكن النهارده انتوا اكيد في الحمد لله يعني، نتمنى ان احنا يعني على قد ما بنقدر كده عشان ما نصعبش عليهم الدنيا يعني. بالعكس ده الناس يعني زيتوا الناس الحلوه تبقى قاعده حلوه ما تزهقش يعني، الناس الحلوه قاعده حلوه تبقى قاعده حلوه، بس مش عايزين تبقى قاعده معقده. ضيفي العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور اسامه عبد الحكيم، استشاري امراض الحول وعلاجات الحول والجفون ومجرى الدمع، وصاحب زماله الكليه الملكيه البريطانيه وجامعه كاليفورنيا، وطبعا رئيس قسم الحول والجفون بمستشفيات المغربي والمؤسس ومدير مراكز طبيبي لعلاج العيون في مصر. كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا في الناس الحلوه.